السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا. اليوم راح نتكلم عن عقود عمل حكومية قانونية حقيقية بدون شهادة خبرة وبدون شهادة لغة وبدون حتى الشهادة الثانوية. اليوم راح نتكلم عن عقود العمل وبالاختصاص آلات ولحام وتجميع الحديد، يعني الحدادين والآلات والعمال بالأخص، يعني عمال ما عندهم خبرة في أي عمل في أي مهنة هم يستطيعون التقديم على هاي الشركة. طبعا الشركة عندها الفيسبوك، تقدر تدخل على الفيسبوك مالتها وتراسلهم عن طريق الفيسبوك باللغة الإنجليزية أو في الفرنسية، وطبعا هاي الشركة مقرها في كندا. هسه نشوف الاتصال بنا حتى نأكد لكم. هاي مقرها في كندا، هاتف مجاني، وعدهم فاكس، وعدهم بريد تقدر تراسلهم عليه الطريقة الثانية، وهاي عنوانهم بالكامل. طبعا نرجع على الرئيس، خل اشرح لكم الصفحة الرئيسية، اشرح لكم شنية. بس قبل ما اشرح لكم، اذا كنت شاهدني الاول مرة لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط اللايك اذا عجبك الفيديو، واهلا وسهلا بكم مره ثانيه. طبعا هم متخصصين في الاعمال المعدنيه عاليه الدقه، مجهزه للحام الميكانيكي وللتجميع والتشطيب لجميع انواع المشاريع في الورش، الالات الدقيقه التقليديه المدعومه بالكمبيوتر، سواء كانت تلبي حاجات اكثر من مشروع تعقيدي، يعني شركه كبيره. طبعا الاجزاء الصغيره والكبيره ومجموعه كامله من العمليات التصنيع، بها اللحام الميكانيكي وبها التوسيع والخراط والطحن والتثقيب والحفر والخيوط والآخره، كله من أعمال وكلها من أعمال الحدادة. وطبعا إذا كانت حتى لو ما عندك مهنة أو ما عندك خبرة وتريد فقط عامل تشتغل، تقدر تقدم على هاي الشركة. هاي الشركة يا أخي عالمية. شوف يقول لك احدث المعدات، توفر لنا التقنية، ترتيب متاح للاحتفاظ بالمخزون الخاص بك، خبرة متنوعة واصيلة تمكن من تلبية مجموعة كبيرة من المتطلبات الاكثر الاعجاب. طبعا هنا يتكلم لك عن فيديو، هنا الفيديو طبعا ما اقدر اعلي صوته ولا قدمه. هاي الشركة هياتها بكل وضوح، شوفك اياها شلون تشتغل. المهم ما اريد اطول عليكم عن الموقع، لان انا عندي موقع ثاني راح اشوفكم اياه هم عن العمل. طبعا هنا أنا تروح احط لكم اياه في صندوق الوصف حتى تدخل وتقدم عليه، جدا بسيط التقديم، جدا بسيط، ما يحتاج يعني الاسم، الهاتف، الايميل مالتك، سيرة ذاتية، السيرة الذاتية، سيرة الخطاب التحفيزي، وانا منزله بعد مواضيع اخرى على الخطاب التحفيزي وشلون مكتوب وشلون شارحه بالدقه الكامله، ومسوي لكم نسخه ومحاطه همينا بصندوق الوصف. والدز المبعد جدا بسيط، يعني ما يحتاج منك اي شيء او اي تعب. هذا الشركه الاولى. ندخل على الشركه الثانيه. هاي الشركه الثانيه تطلب عمال او تريد تسوي تدريب مهني داخلي، يعني تريد تسوي تدريب. اذا كنت عندك ثانوية افهمني زين، اذا هاي الشركة اسمها GRIB، اذا عندك مخلص ثانوية او عندك شهادة ثانية وتريد تسوي تدريب مهني، تقدر تقدم على هاي الشركة. واذا كنت انت عامل او تريد تشتغل او عندك خبرة او كذا، فهاي الشركة هم تستفاد منها وتقول لك مية هلا بيك تعال اشتغل ويانا. هاي الشركة شغلها عن طريق الرافعات والآلات الثقيلة، يعني شوف هاي الرافعات همين يحتاجون سائقي رافعات، مثلا سائقي ما منتجات، انظر شوف هاي هم، هاي تصنيعاتهم وهاي شركاتهم وهاي شغلهم. مثلا هنا يقول لك هي شركة تصنيع حلول كاملة للمرافقات المعدات الثقيلة من خلال أقسامنا الخمسة، يقول لك مناوم ومغناطيس ورفع وتعديل آلات، نحن قادرين على تمييز أنفسنا، تكيف منتجاتنا مع جميع
أنواع الآلات الموجودة في السوق، وكذلك إنجاز العديد من المشاريع المخصصة تم إنشائها سمعتنا. طبعا أول شيء راح أشوفكم العلوان، هذا العلوان مالتهم الفيكتوريا فيل في مقاطعة كيبك كندا، هذا العنوان مالتهم، هذا الايميل هم همينه تقدر تراسل عليه وتطلب منهم تقول لهم انا عندي ثانوية واريد اتدرب كمهنة اتعلم كمهنة، فهم يسووا لك مهنة تدريبية مو عن طريق الانترنت، لا عملية يسووا لك اياها داخل شركتهم، وهذا رقم تليفونهم اذا كنت تحتاجه، بس لازم تكون عندك ثانوية اذا كنت تطلب التدريب المهني. طبعا انا قلتها وراح اعيدها، عندهم فيسبوك، عندهم يوتيوب، عندهم انترنت، عندهم حتى انستغرام، والله ذولا واصلين. معلومات عنهم تريد هنا، تاريخهم طبعا شوف تاريخهم موجود، كل شيء يتكلمون عن كل كلام، يعني هم الشركات هنا في كندا شركات صريحة، مثلا هي إزالة الثلج، مسحوق خرسان، كيبلات، إبهام هيدروليك، ملحقات كهربائية، وقاشة، هم يصنعوها هاي الأجهزة، هاي الماكينات هم يصنعوها. نروح على كيفية الوظائف أو نروح على كيفية التقديم. شوف هنا هي شركة سريعة شابة، النمو، تصنع المعدات والآلات الثقيلة. بناء على نجاحنا الأخير انتقلت إلى موقع كذا وشركة جديدة وهذا الموقع، فاتصل بنا. شوف احنا نبحث باستمرار على لحامين وعمال وميكانيكيين ومصممين، ولي أخ ولي أخ ولي أخ كاتب، يعني هم يحتاجون كل الفئات، مو بس الحدادين، مو بس اللحامين، مو بس الميكانيكيين، لا هم محتاجين حتى عمال عاديين ما عندهم مهنة او ما عندهم اي شيء بالمهنة او ما عندهم، ما مشتغلين بحياتهم ويريدون هسه يشتغلون. شوف هنا يقول لك تريد مهنة او تدريب داخلي، فانا شرحت لك عن التدريب الداخلي او المهنة، مثلا الاسم، اللقب، بريدك، الهاتف، المدينة، انت مثلا انا ساكن بالبغداد، العراق بغداد، اكتب بغداد، تحديد المسمى الوظيفي، ها شوف عامل باليومية دا اقول لك، دعم مبيعات، خدمة الزبائن، ميكانيكي، مواصلات، هندسة، انجم، ميكانيكي، لحام، يستلم، ميكانيكي كهرباء، رسام، واخرون. شوف كاتب لك اخرون، شوف المهن الموجودة واخرون، يعني حتى عامل باليومية عندهم. من اين سمعت عنه؟ بس لا تقول من اليوتيوب، من عندي. قول معرض الوظائف، مؤتمر، انترنت، عروض العمل، زملاء، حتى شوف كاتبين عروض عمل، زملاء اخرون، تقدر تختار اي وحدة منهم، وذلك مع الرفاق المستند. هو المستند يريد منك شنو؟ سيرة ذاتية وتكتبها بطريقة جميلة، يعني انت من تحصل مثلا من الجوجل، من تدخل عليه راح تلقى هواية كثيرة من السيرة الذاتية، وتليفونك حديث تقدر تسوي عليه وتاخذه وتكتب اسمك به وتقدمه. طبعا الطريقة سهلة اذا كان عندك تليفون، واعتقد الكل عنده تليفونات حديثة، وتقدر تدخل على اليوتيوب وتكتب برنامج للبورد، برنامج لكتابة الاسم، برنامج كذا، راح يطيق الف واكثر برنامج على اليوتيوب ويشرح لك عليه شلون تقدم. حتى انا مرات دائما اذهب الى اليوتيوب واستفاد من الفيديوهات، طبعا استفاد منها للشرح. طبعا هنا أنا هاي الشركة الثانية راح اخلي لكم اياها بصندوق الوصف حتى تستطيع التقديم عليها، وان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو ايضا، واني احبكم كثير كثير، وان شاء الله واتمنى لكم الالف الخير يا رب العالمين. طبعا اريد اذكر نقطة، انه بهاي العقود العمل تقدر تجي انت وعائلتك، تسحب انت وعائلتك بهاي العقود، وتذكر السفر عليهم والطيران عليهم، حتى نكون واضحين بالشرح، وان شاء الله استفادتوا، واهلا وسهلا بكم، ومية هلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.